سالي، بظل انتشار فيروس كورونا كثير من الناس عم بيواجهوا خطر طبعا ضعف المناعة، وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة. اليوم بدنا نحكي تحديدا عن مرضى السكري، كيف ممكن يواجهوا هي هجمة من فيروس كورونا، وكيف ممكن يعززوا مناعتهم أو يحافظوا على الأقل على الوقاية من هذا الشيء. رح نعرف من ضيفتنا الدكتورة أمل حرفوش، رئيسة شعبة الغدد الصم والسكري بالهيئة العامة لمشفى دمشق، كل هالتفاصيل وهي معنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا هلا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة أمل. دائما يمكن إحنا ضيفتنا دائما بصباحنا غير، ولكن عم نخص نحن جائحة كورونا لأنه في استفسارات كثيرة حول مثلا مرضى السكري، أنه هن الأكثر العرضة لكورونا، أو يمكن ممكن يكونوا الأكثر خطورة، يعدوا الأكثر خطورة. خلينا نحكي عن ليش نحن صنفنا هون بهذا الاتجاه. تمام. هلأ المرض السكري بتعرفوا هو مرض مزمن، مثله مثل أي مرض مزمن آخر، مثل أمراض القلب والأوعية، مثل أمراض الرئتين. نعم. فهذا الأمراض المزمنة هي دائما وقت بتكون موجودة صعب إنها تنشفى، فبده دائما الجهاز المناعي عنده أقل من غيره. يعني وقت بيجي أي تعرض فيروسي إلها أو أي تعرض عدوى، حتكون الاستجابة المناعية أقل من غيرها. استجابة هلأ مثلا بفيروس كورونا، فيروس كورونا طبعا مثله يعني أي فيروس آخر، لكنه أشد خطورة كان على الناس. صحيح. خاصة المرضى الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ومنها السكري. فهي شو بتعمل وقت بيجي أي فيروس؟ بده يفرز كمية كبيرة من السيتوكينات. هي السيتوكينات الموجودة هي مؤشرات التهابية، إذا زادت عن الحد الطبيعي ممكن إنها تأثر على تقلل من استجابة الجهاز المناعي. نعم. فهي هي النقطة الأساسية بأنه المرضى الأمراض المزمنة سواء سكري أو غيره هن الأكثر عريضة للاختلاطات أو صحيح. للإصابة بشكل أكبر من غيره. طب خلينا نحكي شوي، هل مرضى السكري فيهم يعملوا اجراءات وقائيه طبعا لمنع فيروس كورونا من الاصابه، في يعني انه ينصابوا بفيروس تمام. كورونا، وشو هي الخطوات اللي ممكن يحاولوا انه يوقوا حالهم منه؟ تمام. هلا السكري مثله مثل مرض السكري، يعني المصابين بالسكري مثله مثل الناس العاديين. الاحتراز الاجراءات الوقائيه الاحترازيه هي حتكون مثله مثل اي انسان عادي، يعني يجب ان يعتني بالنظافه، يجب ان يلبس كمامته، لازم اهم شيء كمريض سكري يضبط سكره، يعني ضبط السكر كيف بده يصير؟ ضبط السكر بيصير بالانتباه للتغذيه تبعه، التغذيه لازم تكون ينتبه لوزنه ما يزيد، وجبات صغيره متعدده، يعني ياخذ اساليب الحميه الغذائيه اللازمه اللي هي الابتعاد عن السكر والحلويات، وجبات صغيره متعدده، التخفيف من النشويات بشكل عام، الاكثار من السوائل، العصائر يبتعد عنها، العصائر السوء خاصه، والسكاكر والحلويات هي قولا واحدا. كمان الادويه، لازم الادويه ينتبه لانه هي الادويه اللي هو عم ياخذها هي يعني مناسبة اللي عم ياخده هلا بهالوقت هذا، هي مناسبة، لازم يفحص، يعني لازم إذا كان لقى سكره لازم يحافظ على السكر عالري بين 80 لل 130، ولازم بعد الأكل بساعتين ماكسيموم يكون 180، يعني نعم. باليوم لازم يكون ما يتجاوز ال 180 ميلي جرام. نحن وقت مثلا المريض وقت بيراقب ذاته مثلا عن طريق تحليل سكر بالبيت، عن طريق الأجهزة الجهاز المنزلي، ممكن أنه إذا شاف سكره عم يتجاوز ال 180 يلتحظ أنه هذا لازم شو، يا أما التغذية غير، يعني السبل الوقائية بالتغذية غير موجودة، يعني الحمية سيئة، يا أما الأدوية غير مناسبة لها الحالة اللي هو فيها، يعني لازم يغير من دواء أو أنه يغير الوقت ويناسب مع الغذاء تبعه، يا أما هو ما عم يأخذ مثلا ما عم يلعب رياضة ولو أنه نص ساعة باليوم، أو أنه يمشي مثلاً إذا نعم. بيقدر، يعني الحد الأدنى من اللي ممكن يقف فيها مريض السكري نعم. بالإضافة للأساليب الاحترازية الأخرى اللي هي مثل ما قلنا النظافة الشخصية أكيد. التعقيم، الكمامة، وأهم شيء أنه ما يقلق، يعني ما يكون عنده خوف، هوس المرض، أيوة هوس المرض، أو أنه هو لا بعيد الشر انه بده ممكن انه ينصاب اكثر من غيره، لا، وقت هو بياخذ بالاساليب الاحترازيه تبعه بينتبه لسكره ما يرتفع، بالعكس هو مثله مثل اي انسان ثاني، فالخوف كمان
بتعرفوا انه الخوف هو بيفرز هرمونات الشده اللي اهمها الكورتيزول، فبيساهم بارتفاع السكر. فكمان نحن لازم نكون هادئين، وخصوصا انه اذا مثلا تعرضنا لاي عدوى فيروسيه سواء كورونا او غيره. نعم صحيح. يمكن نحن هلا حكينا مع حضرتك دكتوره عن الوقايه لمرضى السكري، لا سمح الله في حال صار عندنا فيروس او اصيب مريض السكري بالالتهابات الفيروسيه، وفي بنشوف كمان اصناف يعني في مرضى سكري ممكن يتجاوزوها لكورونا بطريقه يعني اخف من تمام. البعض الاخر، العلاج اللي بياخذوه طبعا بتختلف من حاله لاخرى، وكمان نرجع ننوع على العامل النفسي. تمام، مثل ما حكينا العامل النفسي شيء مهم، يعني وقت مثلا بشك انه هو مصاب بجريب او فيروس كورونا اهم شيء الخوف، ما في ينتبه دغري على سكر ويراقب سكر، يكون عنده جهاز مراقبة السكر أقل ما يمكن، يعني مرة باليوم شافه عم يرتفع لازم ينتبه للأدوية تبعه، لازم إذا ما كان ما بيقدر مثلا عم ياخد أنسولين، لازم إذا كانوا شاهدوا على الأكل خفيفة مفروض أنه الأنسولين يتخفف، هو يخففه لحاله بس مو انه كمان يروح يستشير طبيبه، يعني ما يروح يخففه يقطعه يصاب بحماض خلوني سكري، هذا السكري خاصه النمط الاول. السكري النمط الثاني اللي عم ياخذه ادويه كمان اذا ما في شهيه على الاكل ممكن تتخفف الادويه، ممكن تتنظم الادويه حسب الاكل اللي عم ياخده. وطبعا لازم ياخذ كمان انه ينتبه لنوع التغذيه اللي عم ياخذها، انه هي تغذيه بعيد عن السكر والحلويات وتخفيف النشويات، ما عم نقول له انه لا يخفف نشويات، الاهم النشويات الخبز الابيض، البطاطا مثلا، الرز الابيض، يعني هدول اهم النشويات اللي ممكن انه نخففها، الباقي ممكن انه ياخذها بشكل عادي بس مع الاخذ بعين الاعتبار انه تكون وجبات صغيره متعدده. طبعا وقت بيصير في عندك اصابه هون ممكن انه لازم يتجه للراحه، يعني يرتاح يترك الرياضه، هلا ما في مشكله يرتاح، يكسر من السوائل عصائر ما بدنا لانه ممكن تساهم برفع السكر، السوائل الزهورات طبعا، وينتبه لاخذ السكر، يعني مو السكر ياخذه بشكل طبيعي، ياخذ السكري ممكن اذا عنده سكرين او انه بدون سكر يتعود عليها بدون سكر الافضل، ايه ممكن لانه اي اخذ اضافه سكر ممكن انه يرفع السكر الدم ويضطرب السكر، لانه هو بشكل طبيعي وقت بصير في عدوى فيروسيه او مرض ممكن انه يرتفع السكر او ينزل السكر. صحيح. هون ساعتها وقت بننتبه لهذا الشيء بتحليل السكر ممكن انه فورا نتجه للطبيب، نتصل بطبيبنا او انه بالطوارئ او اي شيء، انه انا عندي هيك لازم اعرف شو بدي اعمل. مثل ما حكينا وقت بيصير في عنا ارتفاع بالحرارة انه معندة او في ضيقة نفس او في مثلا بحس حاله انه تعبان، يعني وهن عام شديد مع هالارتفاع الحرارة، فهون كمان لازم ينتبه اكثر وينتجه للطوارئ ويتجه لطبيبه انه انا شو بدي اعمل بهي الحالة. طبعا هون اذا كان طبعا ضمن الحدود اللي ممكن نسمح فيها يكون بالبيت، يعمل عليه حجر شوي، يعني ينتبه لحاله انه يقعد بالبيت يرتاح ولا يختلط مع الآخرين، وإذا اضطر للطبيب أو أنه يروح على المشفى مفروض يروح ويستشير الطبيب المناسب. نعم. طبيبه. هلا هو يمكن دكتورة أكثر شيء عم بخافوا حتى الأولاد اللي عندهم أهليهم مصابين بالسكري، إذا انصاب حدا لا سمح الله من أهلهم بفيروس كورونا الخطر اللي عم يحدق بأهليهم، خاصة بيقولوا لك سكري يعني مناعته ما كتير، فخلينا نحكي على المخاطر الفيروس كورونا على مرضى السكري بحال انصابوا فيها. هاي هي، إذا بحال انصاب المريض هون بده ينتبه لحرارته ارتفعت أو لا، ينتبه إذا صار معه ضيق التنفس أو لا، إنه إذا في عنده مثلا تسرع قلب زيادة، إذا عنده مثلا بحس حاله تعبان كتير وهنان، فهون بده يحجر حاله شوي، يعني ينتبه انه بالمنزل انه يكون ادواته لحاله شوي، انه بعيد شوي عن الموجود بالمنزل قدر الامكان، واللي موجودين بالمنزل السكري بضل عم ياخذها، ايه، والموجود بالمنزل يلبس كمامته. ادويه السكري طبعا بده ياخذ الانسولين النمط الاول بده ياخذه بشكل اكيد، وهون الانسولين ممكن يزداد، يعني ممكن تزداد جرعته حسب مراقبة السكر، ولو مرة واحدة مثل ما عم نحكي ممكن تزداد الجرعة. نعم. هون لازم يتصل بطبيبه لحتى يشوف الجرعة مناسبة ولا لا، بالإضافة للانتباه للتغذية مثل ما عم نحكي. المريض النمط الثاني ممكن كمان حكينا أنه أدويته تتعدل، يعني ممكن عم ياخد أكثر من نوع، هون ممكن أنه تتعدل يا تخفيف الأدوية يا زيادة الأدوية يا أما مناسبة هالأدوية مع التغذية اللي عم ياخدها،
يعني نعم. اذا عنده نقص شهيه بدك تخففي، اذا عنده لا شهيته ماشي الحال، يعني مريض كورونا او مريض الفيروس مو شرط يعني يختلف من شخص لاخر، ممكن في عندك مريض قرب بس يعني اكله منيح فهون بيختلف الموضوع، ممكن انه لا صار في عنده نقص شهيه كمان هون اختلف الموضوع، هون ممكن دغري يتصل بطبيبه ويعرف شو بده يشتري. خاصه سالتك سالي على المميعات الدم مثل الاسبرين بالنسبه للادويه، طبعا نحن مثل ما حكينا وقت بتتجاوز الاصابه يعني بصير في عندنا اصابه خاصه بالرئتين، يعني وقت بصير في عندنا اصابه تنفسيه سواء سعال مثلا جاف او سواء ضيق التنفس او سواء هون معناتها الاصابه صارت بالرئه. الرئه طبعا اخطر جهاز ممكن انه ينصاب بكورونا، هون ساعتها لازم ننتبه ل ممكن يوصل للمشفى انه ياخذ استشاره اعلى بشوي. بالنسبه لمريض كورونا بشكل عام حسب الدراسات انه ممكن تزيد بنسبه تجلط الدم، فهون كمان بشكل وقائي طبعا طبيبه بيعطيه اكيد ممكن المميعات لفتره محدده هو بيحددها، ممكن تروح لثلاث شهور حسب شدة الإصابة بكورونا. بالإضافة لأدوية الضغط لازم يأخذها، بالإضافة لكل جميع الأدوية اللي عم يأخذها لازم تتنظم وتتاخذ بشكل مضبوط. نعم تماما. قدمهم أيضا مراجعة الطبيب، طبيب السكري في حال الإصابة بفيروس كورونا، وعدم اخذ الادويه بشكل عشوائي. بنشوف احيانا يمكن تخبيص الادويه هي ممكن تعمل مضاعفات للمريض، يمكن بياخذ على كيفه ادويه، وكثير عم نشوفها انه نحن بنفوت على الصيدليه للاسف ونحن بنجيب الدواء نصه لحالنا بلا مراجعه الطبيب. انا بعرف حالي، انا بعرف جسمي، هي يعني بعرف جسمي، بس احيانا هلا يفضل اي مريض كل 3 شهور يراجع طبيبه كمراجعة. تمام. فالوقت بصاب بمريض كورونا بفيروس كورونا او بغيره، هون اذا ما بيقدر يروح يعني مثلا فيروس كورونا بتعرفي انه بده حجر شوي، انه لازم يرتاح بالبيت، هلا ممكن يتصل بطبيبه اتصال. اذا صار ممكن انه الاتصال يمشي ماشي، ما يعني طبيبه لازم يعرفه، لازم يعرفه انه هذا انا مصاب بكورونا عم باخذ كذا 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 ادويه، هل هي مناسبه هي الادويه ولا انا بدي زيدها. ممكن الاتصال الهاتفي يمشي الحال، ما يمشي الحال الاتصال الهاتفي ممكن اي فرد من الاسره اذا ما بيقدر يراجع طبيب يعني عياده او انه يروح على المشفى. هون المشفى في عندك اماكن عزل، في اماكن مخصصه لهدول المرضى، ويجي الطبيب يشوفهم مع تطبيق اساليب نعم. الوقايه والاحترازيه. نعم. فالمريض طبعا الادويه اكيد الادويه بدها تتنظم يعني حسب كل مريض عم ياخذ فيها دواء. نعم. دكتوره شو ابرز الاخطاء الشائعه اللي عم تشوفيها من خلال المراجعين لعندك، وخاصه بالخوف مثل ما قلتي من فيروس كورونا او حتى المصابين فيه، شو ابرز الاخطاء اللي او العادات اللي عم يتبعوها وهي غلط؟ اي هلا انت وقت جائحه كورونا طبعا لها زمان يعني لها سنه هلا، فهلا كانه يعني اخف يعني تلقي انه هو مصاب بفيروس كورونا كانت اخف من قبل. قبل ايه هلا صار فورا لحاله بتلاقي حجر حاله، اخذ انتبه انه في حراره، ايه صار في وعي اكثر من قبل، اخذ حرارته، صار عنده ضيق التنفس، بس طبعا ما لازم يخاف لانه اي خوف ممكن يصير معه ضيق تنفس فيها. ايه اما والله اعراض خفيفه بتمشي مثل غيرها مثل اي مريض ثاني، فهون المريض بس لا يخاف لانه كثير عم نشوف هذا حاله الخوف، هي حاله الخوف بتزيد الامر سوءا، فالطبيب هون واجبه انه يطمن مريضه. طبعا انتشرت كثير انه ياخذ ديكسون الكورتيزون، طبعا الديكسون او الكورتيزون اثناء فتره شده المرض بفيروس كورونا عم ترفع السكر بشكل كبير، يعني عم تاثر على مريض السكري سلبا بنرفع السكر. نعم. وهون اجباري بده ياخذ انسولين، ما في مجال انه بده ياخذ انسولينات خصوصا المختلطه، انسولين سريع وبطيء لحتى يقدر يضبط هذا السكر مع الحمية الشديدة. نعم. بس مو كل مريض فيروس كورونا لازم نعطيه دكسون صراحة. أكيد. لازم نتأنى شوي انه هاي الحالة فعلا بتستجيب نعطيه دكسون ولا لا. نعم. يعني وقت الإصابة بتوصل للرئة هون دغري عم يصير في خوف. صحيح. وأعطاء الدكسون بكميات كبيرة، هذا الدكسون بكميات كبيرة. نعم. نحن نتمنى انه حتى من الأطباء الصدرية انه يتأنوا فيه لأنه كتير عم تأثر سلبا على مريض كورونا اللي هو عم ياخذ عم يصاب بهذا الشيء، وهالدكسون يا ترى بهالجرعة عالية هي لازم يتاخذها خصوصا عم نعطي جرعات كبيره. والدكسون معروف انه بيرفع سكر الدم وضبطه سيء جدا، يعني ضبط السكر بحال اخذ هالكورتيزون عم يكون سيء. سيء. نعم. فهون المريض اللي عم ياخذ كورتيزون هون كثير بده ينتبه للسكر والحلويات ما يقرب عليها ابدا،
العصائر النهائي الحلوه نهائي ما يقرب عليها من عن باتن، وحتى عصائر الفريش ايه من عن باتن، السوائل والتغذيه العاديه مع تكون بفترات متقطعه تمام بدون ما مع تظبيط الادويه، واللي هو اهم شيء الانسولين بمعطاء الكورتيزون لانه ما راح يستجيب الا على الكورتيزون على الانسولين سواء نمط ثاني او نمط اول. اي نمط. دكتوره يمكن حكينا عن مرضى السكري اللي هن متعرضين او الاكثر خلينا خطوره بفيروس كورونا، خلينا نحكي عن داء السكري ك يعني شيء متلازمه مع الانسان بترافقه يمكن احيانا مدى الحياه، ومثل ما بنعرف انه بيضل ياخذ الادويه. حكينا اللي هو سكري مرض مزمن، سواء مزمين. سكري نمط اول او سكري نمط ثاني غير قابل للشفاء، غير قابل للشفاء. نعم. لازم اي مريض سكري سواء نمط اول او نمط ثاني في عنده ينتبه للحميه تبعه، الحميه الغذائيه اهم كان هي النقطه بتكون اهم شيء بالوقايه، ويحمي المريض السكري من ارتفاعه. يعني الحميه الغذائيه اذا ما كانت موجوده ما في دواء ممكن انها تنزل سكر الدم، فالحميه الغذائيه المنظمه اللي هي نحن ما عم نحكي بحميه تكون غاليه الثمن او لا، ضمن نظام البيت يعني انا فطور خفيف غدا خفيف عشاء خفيف، بس الابتعاد قدر الامكان تحديد الكميه، ما نشبع ما في شبع بالوجبه، لهيك عم نقول نحن وجبات صغيره متعدده بحيث انه ما يتعرض لارتفاع سكر بعد الطعام. نعم. يعني انا مثلا في اسره بتقول لك ما عندي انا غير برغل اكل خبز، ايه معلش كل برغل ماشي، بس ما تاكل صحن هيك كلك صحن صغير جزأة، هلأ صحن على الغداء بعد ساعتين ثلاثة كلك صحن صغير تمام، يعني مثلا بحدود 8 معالق 10 معالق صحن صغير بترجع بتاكلها بعد صحيح. شوي صحن السلطة، السلطة الخضار متناول الكل يروح يعمل صحن سلطة ويأكله، فمو احنا يعني ضروري انه واحد يأكل شغلات نطاق الطبيعة يعني او انه ما بيقدر يجيبها، لا مثلا الصبح الحواضر الخفيفة شو ما كان مع الخبزة، الخبز سواء انه هلا الخبز الابيض سيء يفضل خبز اسمر، ما في خبز اسمر بناكل خبز العادي بس ممكن انه نخفف الكميه تبعه، حتى الخبز الاسمر عم ياكله بكميات كبيره. يعني انت وقت بتاكلي خبزه كميات كبيره معناتها رجعتي كانك ما عملتي شيء، ما عملتي شيء. بس شو الهدف من الخبز الاسمر؟ والخبز الاسمر نفس الخبز الابيض، بس الخبز الاسمر فيه الياف بتخفف من امتصاص السكر على مستوى الامعاء، لذلك نحن بننصح بالخبز الاسمر مو لانه هو احسن بكثير من الخبز الابيض، بس وقت بتاكلي كميات كبيره كانك رجعتي ما عملتي شيء. صحيح. تمام. فنحن ساعتها بنحدد اذا بدنا ناكل خبز اسمر بنحدده، واذا كنا ناكل خبز ابيض بنحدده بكميات صغيره، رغيف صغير مثلا او ربع رغيف خبز عادي حسب المتوفر هون، ومثل ما حكينا السوائل، السوائل بمتناول الكل، السوائل لازم ينتبه للمي، واذا بده يشرب زهورات او كذا اذا بيقدر عنده تحلايه بالسكري افضل، ما يعني بعيد عن الكربوهيدرات ما فيها كربوهيدرات ممكن انه كمان يحلي بحدود انه ممكن ناخذ باليوم 5 إلى 10 حبات باليوم، ما انا مشكله هاي. تمام. كمان ممكن انه الرياضه اليوميه بنسبه يعني نص ساعه باليوم ما بتضر، اذا ما بيقدر ياخذها كل يوم يعني مثلا 5 مرات بالاسبوع بمقدار نص ساعه باليوم كمان هي مهمه كثير. الانتباه للادويه، الادويه شو الادويه اللي عم ياخذها، هل هي مناسبه للحمى اللي عم ياكلها؟ نعم. واذا كانت التنظيمه كثير تنظيمه انه هذا الدواء امتى باخذه هذا الدواء امتى باخذه مع التغذيه اللي عم ياخذها، فان شاء الله المريض السكري بيبقى مثله مثل غيره، لانه هو لازم يتعايش مع مرضه ما لازم يحس حاله انه هو مريض، وانما هو انسان طبيعي مثله مثل غيره. نعم. طب خلينا نحكي دكتوره على كمان شيء كثير عم بخافوا منه العالم باعراض معينه مثل نشفان الريق، لما يبلش واحد ينشف ريقه او يفوت كثير على الحمام بيحس حاله انه معه سكري، خلينا نعرف شو هي الاعراض اللي ممكن ينصاف لها الشخص قبل ما يعمل تحليل السكري ويتاكد. هلا اي انسان فوق ال 45 سنه لازم يعمل سكرينينج سكر الدم، يعني تحليل سكر الدم. هلا سكر الدم على الريق هو اهم اختبار مثل ما بيقولوا مسح انه انا ممكن عندي سكري او لا. هلا الاعراض اللي ممكن يجي فيها ممكن يحس بنشفان الريق، ممكن يحس بتبول زايد، ممكن يحس انه عم يعطش ويشرب، ممكن لا، ممكن يصير في دمامه بالجسم ما انه حاسب الحساب، ما عم تشفى، عم تتكرر كثير، ممكن يكون في حكه نسائيه كمان مؤشر للسكري، ممكن انه وهن تعب عام ونقص وزن كمان مؤشر لانه يصير في انه هذا معناته في عندي انا شيء مو ظابط او انه تغير شيء عليه. هي كلها هي الاعراض ممكن اهم الاعراض اللي ممكن انه يحس فيها
المريض انه ياخذ يعمل تحليل سكر على القليله. نعم. يعني هو بيحس انه في شيء تغير بجسمه، يا اما انه مثلا خلال شهر انا والله عم باكل عم ياكل، يعني بتلاقيه بياكل بس بينزل وزنه. صحيح. بس عم ينزل وزني، انا عم بشتهي الحلو كثير. كمان الناس اللي بتاكل حلو كثير كمان بتخاف انه يصير بالنهايه يصير يرتفع سكر الدم، لانه عم تستهلك شو عم بتاثر على بافراز الانسولين بكميات كبيره، فهون نعم. شو عم تتعب البنكرياس، فهون ممكن يأهب لظهور السكري. اللي عم ياخذوا كورتيزونات كثيره، يعني امراض ادويه الكورتيزونات عند مرضى الامراض المزمنه، التهاب المفاصل كذا، او اي انسان اخذ نسبه كورتيزون كثير او ديكساميتازون او اي هي ممكن انها تاهب نعم. لظهور السكري. بس هو عنده، يعني هو عنده ارضيه انه بده يصير عنده سكري، يعني ممكن يكون عنده قصه وراثيه بس اجى الدكسون او الكورتيزون واخذه فاظهر هذا السكري. تمام. ممكن انه يظهره شده، اي شده جراحيه، اي شده ممكن انها تظهر سكري مؤقت ويرجع يتراجع. تمام. فهي اهم اللي ممكن انه هون ساعتها ممكن نعمل بس تحليل سكر دم عرضي. اذا كان فوق ال100 بين ال100 وال125 معناتها انا شو ممكن يصير معي سكري بالمستقبل. يعني انا اتنبأ انا وقت بكون مثلا 110 اي 110 انا ما برتاح له، لا انا لازم انتبه. من هون لازم انتبه على الاجراءات الوقائيه، لازم اعمل تغذيه صحيه، لازم اعمل الرياضه. مو معناتها انا هذا 110 انا لا، هلا الحد لازم يكون 100، تحت ال100 انا بامان، فوق ال100 انا معناتها ممكن يصير عندي سكري بالمستقبل. فوق ال126 هذا دخل بالسكري. فانا من وقت ما بشوف حالي بين ال100 وال125 عم يجي السكر بعد على الريق او بعد الاكل بساعتين بين ال140 وال199، فمعناتها انا شو مؤهب انه يصير عندي سكري. هون بيقولوا لك انه هي اسمها مرحله ما قبل السكري. هالمرحله هي لازم يشتغل عليها بالتغذية المناسبة، ممكن ناخذ ميتفورمين وقائي، ميتفورمين، ممكن ان الرياضة. العيار شو العيار؟ الرياضة الميتافورال، يعني احيانا في عيارات للميتافورال اذا حدا بده ياخذ وقائي شو العيار؟ هلا ميتفورمين حسب البدانة والشخص تماما، يعني بتعتمد يعني على وزنه. طبعا هلا يفضل انه نبلش بجرعات مثلا 500 ميلي جرام، 500 بعدين نرفعه على 850 وممكن نرفعه على 1000. بتاخذ وقائي؟ اي ممكن يتاخذ عند المريض اللي عنده، ممكن مؤهب لمريض يصير عنده سكري او عنده السكر طلع عنده على الريق مثلا عشوائي 105 110 ممكن ياخذ هاي الوقايه، وخصوصا اذا كان بدين، ويشتغل بقى على نزول وزنه. نعم. وينتبه على تغذيته وينتبه. نعم. على الرياضه تبعه. فكتير مهم انه نحن بهالمرحله اذا نحن كشفناها ما قبل السكري هي المرحله بتحليل ما ننتبه عليها، ونصير بشكل دوري نعمل تحليل سكر دم خصوصا اذا في قصه وراثيه. نعم. يعني نصائح اخيره دكتوره لكل يلي عم بتابعنا وخاصه لمرضى السكري، نصائح هيك منك كمان ما يقصر الحميه الغذائيه، لانه هن احيانا بيروحوا على البراد. يعني اهم شيء هلا وقت الحميه الغذائيه يعني اساس العلاج بالداء السكري، اساس العلاج. صحيح. والاسلوب الاكل، يعني نحن بنحافظ على نظام غذائي متوازن، في بروتين، في نشويات، في دسوم بس بكميات محدده وبوجبات صغيره متعدده. ومثل ما بنحكي بنقول لهم انه الشبع ما في شبع، بس انتم كلوا بتقطع، لانه هي بتحميك من ارتفاع السكر بعد الاكل. فمعناتها الحميه الغذائيه، في عنا الرياضه كمان. اي انسان سواء اذا ما فيك تطلعي هلا طبعا نحن مرقنا بظروف كثير صعبه. صحيح. ممكن بالبيت ولو تمارين خفيفه، يعني مو انه مثلا الرياضه هي المجهده، نحن اصلا ما بنحب الرياضه المجهده عند مريض السكري، لانه لازم تكون هون مبرمجه هي الرياضه اذا كانت مجهده بالنسبه. نعم. لادويته وبالنسبه لتغذيته. فهون حتى ولو رياضه خفيفه نص ساعه باليوم كمان كثير منيح. شرب السوائل في اي حال حس بعرض غير طبيعي، يعني هو مثلا صار في عنده رشح، صار في عنده حراره، صار في عنده اي عرض ما ارتاح له، لازم يشوف طبيبه او يراجع او ينتبه للتحليل السكر. نعم. تبعه بالبيت وبعدين يراجع الطبيب. نعم. يعني احنا بنتشكرك يا دكتور على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، ودائما بنتمنى الصحه للجميع وخاصه مرضى السكري، يديروا بالهم كثير منيح على نظام الغذائي ونظام الحياه العام اللي لازم يتعايشوا معه، ودائما صله الوصل هي الطبيب باي استشاره لازم يكون طبيب مختص. شكرا. طبعا الابتعاد عن الاسترس، الشده النفسيه كمان كثير مهمه. هلا الاسترس على هالوضع يعني لازم يتاقلم مع هو الظرف اللي قاعد معه. صحيح. لانه صحيح. هي
بتعرف الستريس يعني كثير صحيح، والزعل اكيد ما في شيء محرز، خلص ما في شيء محرز هي شكرا لك. شكرا لك دكتوره امال حرفوش على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم.